والله يا جماعة الخير أقسم بالله العظيم 195 كيلو من مخرج الشفية إلى وادي الفرات والربيع زي كذا أخضر، يعني المنطقة كاملة من إلى على مد نظرك خضر مع تصوير الجوال ومع الشمس، والله ما يبيش. أقسم بالله العظيم الآن قطعنا 195 كيلو والدنيا كلها خضر الى حد الان، اقسم بالله ما في مكان، ما في مكان اصلا للتراب، ما في ما شاء الله تبارك الله. بس لكن امنيتي بس ان الجوال بس يوضح لكم لو شيء بسيط من اللي انا اشوفه هنا. والله يا شباب الان 195 كيلو، 195 كيلو قطعتها من طريق الشفيع قبل مسيجيد او بعد مسيجيد شويه، لا والله اظن قبل مسيجيد، والوضع الى حد الان زي كذا.